أخيراً، منظمة الصحة العالمية تصل إلى بؤرة الوباء. تحذير صادم، العام الثاني من كورونا أشد قسوة من الأول، ومعوقات تعرقل حملات التلقيح حول العالم. التفاصيل معنا في العربية صحة، فأهلاً بكم. بعد طول انتظار، بعثة منظمة الصحة العالمية تصل إلى مدينة ووهان الصينية للتحقيق في منشأ الوباء، في وقت سجلت فيه الصين أول حالة وفاة بالفيروس منذ 8 أشهر، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العام الثاني للجائحة قد يكون أشد من عامها الأول بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى انتشرت في حوالي 50 بلداً على الأقل حول العالم. توصلت دراسة بريطانية أجريت على عاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أن من أصيبوا بكوفيد-19 يتمتعون على الأرجح بمناعة من المرض لمدة 5 أشهر على الأقل، لكن هناك أدلة على أن من يحملون أجساماً مضادة ربما يحملون الفيروس وينشرونه، وأظهرت الدراسة أنه من النادر أن يصاب بالفيروس حامل الأجسام المضادة نتيجة عدوى سابقة، لكن الخبراء حذروا من أن النتائج تعني أن الذين أصيبوا بالمرض في الموجة الأولى من الجائحة في الشهور الأولى من عام 2020 قد يكونون الآن عرضة للإصابة به مرة أخرى. من النقص في الجرعات إلى صعوبات التخزين والأعباء الإدارية وعدم ثقة المواطنين، تقف معوقات عدة في وجه حسن سير حملات التلقيح ضد كورونا في كل أنحاء العالم، ويعجز إنتاج جرعات اللقاح عن مواكبة الموافقة عليها وترخيص لها في وقت قياسي. وبسبب نقص المخزونات تباطأت مراكز التلقيح الكبيرة في مدن كبرلين ونيويورك في فتح أبوابها، في حين أن مراكز أخرى لم تفتح أبوابها بعد. أظهرت دراسة جديدة أن مرضى كورونا الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء عانوا من عبء أكبر من الهذيان والغيبوبة ممن هم يتوجهون عادة إلى المستشفيات لإصابتهم بفشل تنفسي حاد. وتتبعت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت الطبية حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مصاب ممن تم إدخالهم لوحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة حول العالم. وبحسب العلماء فإن اختيار استخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية كان له دور في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى، وعانى من يقرب من حوالي 82% من المرضى الذين شملتهم الدراسة من غيبوبة لمدة 10 أيام.